السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير خوتي، نتمنى تكونوا ملاح. بسم الله. اليوم خوتي كثرت التساؤلات، يعني بصفة رهيبة، خصوصا حول التأشيرة السياحية، ومعها يعني احنا باش نقتصروا، يعني باش نقتصدوا في الوقت وباش نحكيو يعني على مش اكثر من موضوعين، هما كاين موضوع وكاين موضوع تاني. يعني خوتي المواضيع هذوما في زوز، هذوما اللي يعني اللي كاترين السؤال يعني عليهم الايام هذه. اول موضوع اللي هو الفيزا السياحية، التأشيرة السياحية كما قلنا. تاني حاجة خوتي، يعني الناس هذوك اصحاب الحرف، اصحاب الحرف، انا تاني نقول اصحاب الحرف، وتاني كشما واحد عنده شهادات، يعني من يا معهد عالي يا جامعة، يا كل واحد حسب التخصص وكل واحد واش قرأ. بون، احنا خاوتي هذا واحد عنده شهادة ولا واحد عنده حرفة، يعني حار ما كانش كفاية يتواصل مع مستشفيات كما واحد طبيب، واحد مهندس حارت له ملقاش كيفاش، يعني ملقاش كيفاش يتواصل مع مصنع تاع محروقات ولا شركة تاع محروقات، مصنع يعني مواد غذائية، مصنع واحد أخرى، يعني كاين الإخوة تاني مهندسين طرائق هذوكم تاني، يعني خدمتهم كلها في يعني في التصنيع وفي الإنتاج وفي الحوايج هذيك ومراقبة الجودة وكلش. كاين اقتراح خوتي، يعني أنا نشوف فيه، يعني من وجهة نظري يعني نشوف فيه مناسب للناس هذوم، انا واحد من الناس نشوف فيه مناسب للناس هذو. درك خويا انت يعني تسقسي في الناس، وكاين الناس سبحان الله يعني قادر حتى يخرج لك فيها كما نقولوا احنا فرانشمون، يقول لك خويا حوس لي على خدمة. خويا العزيز، الناس عندها حتى هي عندها مسؤولياتها، عندها واجباتها، عندها الاوقات اللي ترتاح فيها، يعني كيما انت، كيما يومك انت، كيما يومي انا، كيما يوم اي واحد فينا، يعني ما كانش حتى الوقت يعني اني نقدر نساعدك بحاجه كيما هذه. اول حاجه الفيد ما كانش، تاني حاجه السيركيلاسيون، ثالث حاجه البلاد كبيره، يعني حتى لو كان حبيت نخدمك في كما في مثلا في امانه، في حاجه يعني في مثلا هذا اعلان يحكي على بلاصه فلانيه، قال مثلا اخويا شوف لي بركه، لكن الإعلان هذا صح في البلاصة هذه ولا غير إعلان بركة، ولا تحقق لي ولا سقسي لي، يعني ما كانش مشكل، مانيش راني نهز لك جبل أنا في ظهري، فاهم؟ باش نعالجوا المشكل هذا إن شاء الله كاين واحد الحل، نتمنى يعني إنه يناسب الناس. كاين الناس عندها شهادات كما قلنا وكما ذكرنا، وعندها حرفة في يديها. خويا العزيز، دير فيزا، دير تأشيرة سياحة، تأشيرة سياحية، ادخل البلاد لهنا وشوف خويا، ادخل وشوف انت راك جاي سياحة ولا راك جاي عمرة، خلاص كمل امورك على خاطر البقاع المقدسة، يعني مكة يعني العمرة راك رايح لها، يعني انا من المستحسن انك تروح لها، يعني مع وصولك خير، باش على خاطر من بعد ماكش راح تكون يعني موجد روحك، وقادر يعني قادر حتى يفضلك دراهمك وتفضلك يعني المدة تاعك وتروح وما تعتمرش، لأنك يعني لاتي بالأمر الدنيوي برك اللي جاي عليها، وحاب تستغل كل دقيقة في اليوم هذاك باش تستغلها انت، باش تسعى من بلاصة للتانية. كما قلنا لكم أخوتي، واحد في مقدوره يجي تأشيرة سياحية، عنده ديبلوم زوج ثلاثة، يجيبهم معاه ويجي، لكن جاي سياحة خليه يجي يحوس، ويحب يحوس على خدمة تاني، يفركت على خدمة يدور على روحه. واحد جا سياحة برك، سياحة تسمى، درك نقول لك حتى انت البي جي اللي راك جاي غير على السياحة برك، راح نقول لك برك البي جي كيما نقول هنا، نعطيك بالتقريب، ونعطيك مثلا مصروف اليوم الواحد، وانت اعمل حسابك دراهمك قداش راح يكفيوك، يعني في المدة الموجود تاعك لهنا. بسم الله. بالنسبة لأصحاب الشهادات، أصحاب الحرف،
بالخصوص عندكم لي ديبلوم تاعكم يا خاوتي، الشهادات كل ولي سي في كلش ديروه بالانجلي ولا بالعربية. يعني ديرو عندك شهادة ترجمها عند مترجم معتمد اجري، روح خويا ترجمها عربية وترجمها ترجمها وش اسمها باللغة الإنجليزية، على خاطر الفرنسية يعني ما همش الناس كل يفهموا الفرنسية ولا يعني عاطينها اهتمام من أصله. يعني تقدر تقول ما يعني مع احترامي للأساتذة تاعها يعني نقدر نقول اللغة يعني ما يعني محدودة عندها وين تحبس وصاي. دير سي في تاعك بالعربية، قادر تروح البلاصة تقصد ربي انت بلاصة، قادر تلقى صاحب العمل هداك ما يفهمش انجليزية، تعطيه انت سي في تاعك وشهاداتك بالانجليزية، وهو يتحرج محرج منك ما يقدرش يقول، يقول لك راني ما نفهمش الانجليزية. وش راح يقول لك؟ يقول لك روح وخلي رقمك ويصير خير. هذيك القصة الحزينة اللي نعرفوها تاع واحد البلاصة. انت ادي معك انجلي ودي معك عربية، وش خاسر؟ حط في الواتساب ولا حط في تليفونك ولا في كارت ميموار ولا في فلاش ديسك، حط فيه السي في تاعك والديبلوم هذاك مسكاني، حطه في فورمات بي دي اف وجيبهم معاك تاني مطبوعين يعني على الورق، الشهادة والسي في تاعك بالانجليزية وبالعربية، لأنه فرنسية واللي عنده شهادته بالعربية يعني خليها عربية عربية يعني. كي يحب كيما نقولوا يحب يقول لك فهمني في لو شي هو الاختصاص هذا تفهمه فيه برك عادي، يعني هو عربي وانت عربي، ولا لكن تعرف تميتريزي لونجلي طيح طيح في فيليبين، طيح في هنود، طيح في يعني ناس ما لو كان يعني هم يعني حتى الناس هذوم اللي يهضروا شويه عربيه يعني الفيليبين هذوم والهنود والبنغال وكلش تلقاه مبروغرامي على بضع كلمات برك، فهمت؟ ويجيبهم لك يا باللهجه المصريه ولا باللهجه السعوديه، يعني انت تجي قادر جامي تكون حكيت مع واحد هنا ولا حاجه قادر تخربطوك، فاهم؟ تما يقعد غير يخزر معاك وصاي. بون خاوتي، قلنا اول حاجه اول خطوه نديروها نترجمو للشهاده تاعنا لي ديبلوم تاعنا ونعملو لي سي في السيره الذاتيه تاعنا بالانجليزيه وبالعربيه، هذه اول حاجه. خلاص مشيت في اجراءات التاشيره تاعك ويعني وسهل ربي وصاي ودفعت الملف وقاعد تستنى غير في التاشيره تخرج، وعلى بالك بلي ان شاء الله راح تدي تاشيره سياحيه. هذه هنا حط في اعتبارك المصاريف اللي راهي تستنى فيك. درك نبداو في المصاريف اللي تبدا تستنى فيك، سواء للسائح اللي جاي هذاك السياحه ولا الاخر هذاك اصحاب واحد يعني من اصحاب الحرف ولا واحد من عند من اللي عندهم الشهادات وما قدروش يتواصلوا مع شركات ولا منشآت ولا مؤسسات هنا. حتى هذا الكلام يهمهم هما تاني، يشملهم الكلام هذا. اول حاجه توصل لجده، توصل لجده باذن الله ولا توصل للرياض ولا المهم المكان اللي انت حاجز باش تحبس فيه ان شاء الله. اول حاجه دير في اعتبارك يعني من بدايه هذه بسم الله عندك تشري شريحه من المطار، يعني راح تحتاجها الانترنت، لكن ما شريتهاش شريحه من المطار راح تشريها بمجرد يعني خروجك من المطار، يعني اكيد راح تروح على اقرب نقطه بيع تاع شرائح تليفون باش يعني واحد يطمن اهله ويحكي، يعني بما ان الانترنت ضرورية لازم تكون عنده. تاني حاجة خاوتي دير في بالك تاكسيار ولا هذاك اللي راح يخرجك من المطار انت باش تروح لبلاصة واحدة اخرى، دير في بالك يعني اقل شي راح يدي عليك 60-70 ريال. ادي اول حاجة، يعني هنا شوف واش صرفنا، شرينا شريحة قلنا بالرشارج تاعها بالشريحة وكلش نقولوا 100-120 ريال، زيد لها هذيك 60 ولا 70 ريال اللي راح تعطيها الطاكسيور اللي يهزك من المطار حتى البلاصه اللي راح تكون فيها، ولا صادي بون تقول له انت اديني على فندق ولا شقق فندقيه ولا هوتيل. بالنسبه للناس من الرياض يعني ما نتكلمش على الرياض على خاطر يعني منطقه بعيده عليا ويعني
ما زلت يعني لحد الآن يعني ما يعني ما زلت ما رحت لهاش. الرياض يعني ما زال يعني ما الواحد ما ما زال ما وصل لهاش، بحكم كما قلت لكم في الأول يعني عندك نهار ولا نهارين ربو في الأسبوع، يعني ما تقدرش تدي بلاصي هذيك كامل. لا ديستانس، لا ديستانس بين جدة والرياض يعني تقريبا 1000 كيلو، يعني يا تحجز في طيارة ولا تروح فيكيلي، ولا كاين تنا كاين لي بيس لي يمشي وجدة جدة الرياض، تبات تمشي كيما عندنا بوهرناك. نحكي لكم على جدة، تخرج من مطار جدة بنفس السعر اللي قلتك عليه، يعني تبدأ بالمفاهمة من 60 حتى ل 100 ريال انت وطاقتك في كي تعود تنيكوسي. تخرج من تما وين تروح لهنا؟ في هنا في جدة عندك الفنادق من 70 حتى ل 100 ريال في الليلة، مانيش نحكي لكم على فنادق يعني 4 نجوم 5 نجوم، يعني نحكي لك على شقق فندقية كيما نقولوا، شقق مفروشة، يعني تروح تلقى استوديو، تلقى فيه صالون، تلقى فيه شومبرا دوش سانيتير أكرمكم الله كامل، تلقى فيها بارتي هكا شوية، كتلقاها كوزينة صغيرة ولا حوايج تسخن فيهم ولا تعمل فيهم قهوة وشاي وكلش. هذه يبدأ يعني حسب نظافتها وحسب الأخر، يعني الستيل تاع المنشأة تاع العمارة هذه الشقق الفندقية، يعني عندك من 60 70 ريال وانت طالع. هذه بالنسبة للسكن، دير في بالك انت جاي لكن سائح، لكن سائح عندك، شوف عندك في النهار ماكلتك كاملة، ماكلتك كاملة راح تجيك 100 ريال، 100 ريال تما وراك ماكل مليح، ولكنك يعني يعني تشرب قهوة ومع العصاير هذيك بحكم الحال سخون وكل شو واحد، عندك حتى 120 ريال مصروفك هذا اليوم، هذا أكلك شربك، ما زلنا ما حسبناش ترونسبور، هذا أماكلتك وشربك. بالنسبة لأصحاب المهن انت خويا ديجا صديبان ولا خاوتنا أصحاب الشهادات، قلنا أصحاب الشهادات اللي ما قدروش يتواصلوا مع المؤسسات ودخلوا في الدوامة هذيك، تروح وسع الإيميل تاع الشركة هذه وتواصل معاها، حتى هذه قصة حزينة واحدة أخرى تاني. نرجعوا أخوتي، هنا دبرنا المسكن، حكينا على الماكلة قداه تجيك. الماكلة للسائح قلنا توصل له حتى 120 مع قهوته مع كلش كلش تاعو تنهار هذاك، نديرو اعتبار تاع خرج في الليل تاني اشرب عصاير اشرب قهوة ما بليش. بالنسبة للاخر هذاك اللي قلنا جاي حوس على خدمة صديقه، درك واحد باش يروح سياحة، واحد يروح سياحة اكيد يعني عنده ترا، مش يعني حتى يكون غني بصح يعني رايح سياحة موجود روحه من مجاميعه يعني للسفر هذاك، ويكون يعني عنده فكرة على الأقل يعني 20 30 40% يعني مش ورايح هكاك. بصح التاني هذاك تلقاه يحوس على التفاصيل ويحوس على الشعر على خاطر دراهم مسلفهم ولا صديقه منحيهم اللحم راح يدير بهم حاجة مصيرية وقال نطنطي بهم، يعني هذاك لو كان يخلي ماكلته وشرابه وقهوته هذا كل شيء يخليها 60 ريال في النهار، يعني هو داير مليح كيما هكا داير مليح. بالنسبة للناس فيهم اللي تكيف، سواء سياح اللي جايين سياحة ولا اللي جايين يحوسوا على خدمة، هذوما خوا ربي يوفقهم إن شاء الله. بالنسبة للناس هذوما خاوتي، جيبوا دخانكم من البلاد، جيبوا شمة تاعكم من البلاد، شمة لهنا ما كانش وكاينة في بلاصتها واحد الحاجة يسميوها النشوق، يضربوها السودانيين واليمنيين وكلش، هذيك جاي كده كي الشمة تاعنا الرطبة تاع العزايز هذيك، اللي يشم يجيب معاه الشمة تاعو، واللي يتكيف يجيب معاه دخانه، على خاطر انت الباقي تاع الدخان دير في بالك انت ب20 ريال، وحنا قلنا شفت ماكلتك هذيك تنهار كامل وقهوتك وكلش تتكلفك هذيك كاملة ب60 ريال، يعني شوف من 60 ريال 20 ريال راحت غير دخان برك، وشوف مع ستريس هذاك باك تتكيف باكي نص باكي عز باكي تشري. راني نحسب لكم بالشعر اخوتي على خاطر داير في شغل، داير روحي في بلاستيك، دي روحي راني مسلف دراهم ولا راني فاكرهم وجاي باش نافيك. من ورا هادي عندك ترونسبور،
ترونسبور يا خوتي يعني بحكم ليسونس غالي وكلش، حتى ترونسبور هو غالي. ممكن يقول لك الماتريال لو طايح في السعودية، والماتريال لو طايش في الطوموبيلات، هو بصح ليسونس راهو غالي، ماتريال طايح وكاين نظيف والمليح، ويعني بري بعيد ياسر، بعيد ياسر على البلاد، بصح ليسونس يعني الليسونس راهو غالي. عندك مشاويرك انت، راح تخرج الصباح تطلب ربي الصباح، تخرج الصباح من الفندق ولا من الشقة الفندقية اللي راك مأجرها، راح تحكم تاكسي تروح البلاصة. المشوار هذاك يكلفك من 20 حتى 30، 35 ريال المشوار الواحد، يعني واحد ذاك البلاصة بك تقصدها باش تشوف فيها ولا ما فيهاش، تعاود ترجع لوتيل ولا منها هي تروح بلاصة واحدة أخرى. هذاك برك اللي ذاك من 25 حتى 30، 35 ريال على حسب لا ديستونس تاع البلاصة هذيك، وعلى حسب تاني ساعات قريبة. مشوار تاع 20 يقول لك أعطيني 30 على خاطر سيركيلاسيون، ما تفضش سيركيلاسيون ياسر. والإخوة يعني دي اللي عايشين في هنا في المملكة العربية السعودية يعني يأكدوا الكلام هذا، خصوصا يعني وقت وقت الدخول المدرسي الصباح، ولا وقت الدوام الناس تروح تخدم، ولا وقت لافين ترافاي نهاية العمل، ديما يعني الناس كل تلقاها تحب ديما الناس كل تحب ديما تسكيفي قبل الوقت هذاك باش ما تحكمهاش السيركيلاسيون هذيك. يربح العيب مع مديره في الخدمة نورمال، المهم يروح للدار برك وما يحصلش في هذيك السيركيلاسيون. بون، كنصيحة يا خوتي، كنصيحة شوف السكن درك باغ اكزومبل. انت ما عندك حتى ديبلوم، معليش نقولوا عندك ديبلوم امين مخزن مثلا، عندك ديبلوم تاع امين مخزن، عندك ديبلوم تاع اي حاجه، يعني ديبلوم نقول لك على خاطر الحاجه اللي راح نقولها لك هذه، عندك ديبلوم تاع بحيث تقدر تخدم في اي محل تجاري، تخدم في تلقى سوبر ماركت كيف كيف، حوان تاع قش تاع تذهب، كل واحد ربي سبحانه وين يوجد له رزقه. انا بار اكزومبل ما نعرف حد الحداده، ما نعرف نجاره طال الالومنيوم، ما نعرف البلومبري، ما نعرف نبني، ما نعرف نلبس، ما نطبق، ما نتحط في الارموار، سي بون ما نعرف والو. تروح بصح وش هو، تعرف تقرا، تعرف تكتب، تعرف تحكي على الاقل شويه انجلي، تروح لاي محل من المحلات هذوك تلقاهم لهنا ديجا في السعوديه، تلقاهم مجمعات تجاريه، يعني مجمعات تجاريه. بار اكزومبل المكتبات تلقى كارتي كامل مكاتب، كافيهات تلقى مجمع تاع كافيهات، مطاعم. يعني حبيت نقول لك الترونسبور كي تحب تنقص منه يعني تقتصد منه شويه، شوف السكن تاعك قريب، كيما نقولوا انت كي بينتري حد بينتري لواحد البلاصه راه ديجا كمقابر واحد البلاصه، قال مثلا بلاصه نقولوا احنا في هنا في جده نقولوا شارع فلسطين. شارع فلسطين هذا معروف غير محلات تاع الجوالات ومحلات تاع يبيعوا لي زايبود، يبيعوا لي بي سي، يبيعوا لي طابلات، لي زاكسيسوار تاع الالكترونيك. شارع فلسطين معروف كيما هك خويا، تفهم في الريباراسيون تاع التليفونات، تاع السماعات، تاع لي كودار، تعرف تريباري لي ميكرو، مهندس كمبيوتر حاجه، تجي خويا عبالك راح تشوف شقه فندقيه يعني في شارع فلسطين، تشوف مسكن في شارع فلسطين ولا قريب لشارع فلسطين، تقدر حتى تروح لوابي نورمال، تقدر تمشي كيلو على رجليك، تقدر تمشي عادي نورمال، كيلو على رجليك تقدر تمشي عادي جدا، انسان يمشي عادي جدا كيلو هذا وبلا ما يفيق بروح. تهبط لشارع فلسطين، السلام عليكم، وتبدا بسم الله، تروح تشوف، جرب حدك مادام خرجت خويا من بلادك يا اخي، كوراجو، تعرف تحكي مع الناس، انت عربي والناس هادو ما عرب، ارواح خويا احكي معاهم وشوف. يعني قلنا للناس اخوتي يا اللي عنده ديبلوم ولا الاخر اللي ما عنده والو، تاني هذاك اللي ما عنده والو خويا شوف بلاصه، شوف مجمع فيه محلات تجاريه يا خويا، شوف لي سوبر ماركت، ادخل سقسي على الاخر، تدخل سوبر ماركت ولي سوبر ماركت ماشي سوبر ماركت ما شاء الله، راهم مدينه مش هو سوبر ماركت، يعني كل شيء فيه. اول حاجه تدخل بسم الله تسقسي على مدير السوق، يعني
المدير السوق توصل ليه احكي معه، لكن التوظيف يتم من ثم، لكن يبعثك الاداره تاعهم، مثلا الاداره تاعهم في بلاصه واحده اخرى، يعني راح يفيدك. وسبحان الله بالك هم يحوسوا على خدمه في المومو هذاك، يحوسوا على امين مخزن، على امين مستودع، بالك يحوسوا على العمال هذوكم اللي يرتبوا السلعه في الارفف، اللي يعمروا الارفف، اللي مارشندايزر، بالك يحوسوا على اي حاجه، على كاشير. الكاشير هي تساعدت المفروض، يعني ولات مقتصره على المواطنين برك الكاشير، بصح يعني اي حاجه قادر سوبرفايزر، قادر واحد فيكم قاري، ما بليش انا قاري تجاره دوليه، اداره اعمال، قاري تسيير واقتصاد، قاري اداره، قادر يطيح لك تما تاني بوست، قادر يطيح لك سوبرفايزر، مشرف تما، مشرف صاله في سوبر ماركت، ولا مشرف تاع لي كاشير، ولا مدير اجبان تاع حاجه، مدير اجبان، مدير قسم المشروبات، مدير المخابز، مدير مشتريات، مدير مبيعات، كيما هكا تنافيكي. وباش كيما قلت لك باش تقتصد من الدراهم هذوك نتاع اللي حيديوك ترونسبور ويداروا يجبرك في قلبك، ديما اسكن قريب للبلاصه هذيك المستهدفه. كاين مجمع كامل مستحيل راح تقدر تلحق عليه كامل المجمع هذاك. فوالا قاعد مع روحك في الشومبرا، ورقه وستيلو، اليوم رايح للبلاصه هذيك وهذيك وهذيك وهذيك. والمليحه لهنا خوتي في المملكه العربيه السعوديه، يعني الانترنت يعني اللهم صل على النبي راهي مليح، بصح وشي هو واحد ما يعرفش البلاد، راهو جي بي اس اقسم بالله بيرفكت ما شاء الله. يعني تدخل جوجل مابس، اكتب اي حاجه اي حاجه، تصليح ساعات في الكارتي الفلاني يديك عنده، تحوس على مستودعات في المدينه الصناعيه ولا شركات في الاخرى في المنطقه الصناعيه، شركه فلان يديك حتى الباب تاع شركه فلان جي بي اس، وزيد وش مش يديك للبلاصه هذيك، راك تشوف فيه لكن المحل هذاك مغلق ولا مفتوح، على قده يقفل على قده يحل المنشاه هذه ولا المحل هذا ولا المكان هذا اللي راك راح تقصده انت. خويا خدمتك انت بلومبي نورمال، ادخل جوجل مابس اكتب اخويا شركه مثلا اعمل مؤسسه سنه، وش يقولون لهم لي بلومبي بالعربيه، سمكاري، لا سمكاري طولي، اللي يعرف اخواتي اللي يعرف بلومبي وش يقولوا لها سامحوني، اللي يعرف بلومبي وش يقولوا لها بالعربيه يديرها، الله غير بوالفنا بلومبي بلومبي بلومبي، والمصريين يقولوا له واحد الاسم ونسيت وش يقولوا له انا. يعني يا خوتي كل واحد يعرف لوين جاي، كل واحد يعرف وعلاه جاي ولوين جاي، يعني اللي مقدورو يديرهم الخطوات هذوما يقدم بسم الله. نزيدو نكملو غير حوايج اخرين بركة باه ما نطولش على خوتي. كاين دركا كاين غير النصائح بركة ننصح بها خوتي، تسمى راهي باينة، قلنا تخرج من المطار نعاودو خوتي، ما كانش مشكل. تجي خارج من المطار عندك شريحتك، عندك ديجا انت قبل ما تروح ديجا من دزاير تشوف انت المؤسسات، انا راني في دزاير يعني اختصاصي انايا واش نخدم، مثلا انا نعرف نخدم الايس كريم ونعرف نخدم الميكات ونعرف نخدم نيسكافيه ونعرف نخدم الكابوتشينو والامور هذوك، ورايح انا رايح مستهدف مكان، رايح لجدة، رايح لجدة، ندخل في جوجل مابس المقاهي ومحلات الايس كريم في جدة، تسجلهم انت برك، راك رايح على خاطرك ميسيون، داك مش رايح كرايح سياحة، داك تا سياحة وحده قادر تخطف معاه بارازار، قادر نورمال ما يكونش مهتم خلاص باش يحوس على خدمته، راه جاي سياح، راني عليك انت بالدرجة الاولى، يلي عندك شهادة وما وصلتش، واللي ما عندكش شهادة وسي باه ما تقفلش في وجهك واحد ما يقول لك ما كانش يعني ويقطع لك رحمة ربي خطرة واحدة. بون بقات غير النصايح برك يا خاوتي ننصح بها خاوتي، تسمى على بالي درك يعني مش شرط، يعني بما ان مختلف الديانات يدخلوا للبلاد هذه، يعني مش شرط يعني تاع يعني كيف نقولها لك، مش شرط يعني الانسان هذاك يكون مدين ولا سلفي ولا ما نعرف اخ وباش يجيها البلاد هذه، فهمتي، قادر البلاد هذه يجيوها يعني فئات كل، بالصالح بالطالح، هما يعني في المطار هنا مش هم راح يعملوا سكانير في المطار، شكون يشرب شكون ما يشربش، شكون
شكون فعله مش ملاح، شكون صالح شكون طالح. ناس جاوا بشر تحقوا من ديانتهم، تحقوا من بياناتهم، كوارتهم صحاح، باسبور تاعهم، تأشيرتهم، امورهم كامله مضبوطه، روح بسم الله. راح نحذر برك الخاوه من كاين نقاط برك نحذروا فيهم، ويعني لازم نحكيوا عليهم على خاطر يعني لازم نذكرهم، على خاطر الحوايج هذم يعني ما فيهمش سماح. يعني الامور هذه تقدر تقول ما فيهاش سمح لي وني ما باليش. اول حاجه خاوتي هي النساء، اول حاجه هي النساء. النساء اخويا ايفيتي عقد ما تقدر، هبط راسك طلع ودزه في الجيب، دبر راسك خويا كيما راك تشوف في خواتاتك اللي هي كيما هنا. هذه واحده. تاني حاجه خويا، تعجبك حاجه يغرك الشيطان، دركا كاين اللي نفسه ضعيفة وكاين اللي نفسه كان يتحكم في نفسه خويا. حنا رانا كلنا مسلمين وكلنا عبالنا نفرقوا بين الحلال والحرام. ساعات الشيطان يجر على واحد يدير حاجه هو ما كانش حاب يديرها، من بعد يولي فيما لا يحمد عقبه. عندك السرقه، تاني حاجه السرقه راك مش كره تسامح فيها، ويعني ولا راح تشفع لك لا قنصليه لا سفاره لا واحد ما كانش درتي تخلص ما فيهاش. عندك تالت حاجة العنف، عراك ولا تتشاكل مع واحد ولا سوء تفاهم ولا عصبية زايدة، هذيك حبيبي خليها، نقول لك وين خليها، هذيك في هواري بومدين إن شاء الله، هذيك أديرها في صاشية وخليها تم في هواري بومدين، تقعد تستنى فيك بربي إن شاء الله كي ترجع على خير وعافية، عاود هزها معاك البسها، ولا لكان لقيتها بيان الطريقة اللي عايشين بها الخلق لهنايا بيان، خليها في هواري بومدين تقعد تم على راحها بور دو بون، ما تزيدش تعاود تديها انت. تالت حاجة خاوتي قلنا العنف، الدبزة، الدنيا كاملة بلي كاميرا ما عندك وين، أكرمكم الله غير دارك بركة وبيت الخلاء اللي ما فيهمش كاميرا، وحتى الناس وزي. عندكم يا خاوتي تاني المخدرات، المخدرات تاني ما فيهاش سماح، ما فيهاش ما كانش يعني ما تحكي ليش خلاص. عندكم مواضيع اخوتي تعود قاعد كيما نقولوا قاعد في كافيتيريا ولا حاجة، ولا قاعد اون بلانير، ولا ناس ما تعرفهمش وارتحت لهم هكا شوية بركة، وبديت كيما نقولوا احنا تحكي وكذا، يفيديو عليكم اخوتي الحوايج طلاب بوليتيك. واحد ما يحكي في الامور طلاب بوليتيك، لا بوليتيك كيف كيف خلي عليه اخويا، مارك جاي انت ماك خبير سياسي، ماك محلل سياسي، ماك ما عندك شهادات، ما متخرج من كلية تاع علوم سياسية، فاهم يعني مفهومك انت كيما مفهومي انا، قادر نتفقوا في 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 اتجاه واحد، قادرين نتخالفوا والناس تسمع كذا ومنا، فهمت كيما، والحيط بودني والاصوات ديما تفضل في الحوايج هذه، هي مش خطره مش على البلاد. تعود خويا تعود برا، هذه رابع حاجه. خامس حاجه تعود برا، روطار ولا صاهر ولا صفوار ولا تحطم بون في بلاصة، ولا خويا العزيز كون متأكدش 100% بلي الإنسان اللي راح تركب معاه هذاك واعي ولا باله، كيما نقولو احنا إنسان واعي راك حتركب معاه، ما تركبش معاه على خاطر الحوايج اللي موجودين في البلاد موجودين هنا تاني. يعني مش راح نقول لك العافية ديما والبلا ساعات، هو الأمن والأمان بصح ما تدريش وقتاش تطرشك خويا، بالك انت ظهرك مقوي. اي والله. سادس حاجه الخوه هدية، شغل انا واحد من الناس مديرت لي مشكله السادسه هدية على خاطر ومديرونجيتني في البلاد هذه. عندك حاجه السادسه، ما تقدرش تكيف الفضاءات الكل، يعني حتى تعجبك كافيتيريا في مول يا رسول الله هكا وبلاصه بيان يعني مزينة مريقلة، يعني طالع لك فيها المورال مع القهوة اللي تضرب فيها هذيك، و يعني مناظر ما نحكي لكش، تنفح لك عقار وتترشق بيها والله، تودي تضرب في القهوة بلا دخان وتشرب في الماء وواحد وقاعد وعلى نار. ساعات تكون الكافيتيريا قريبة للبوابة، تخرج تخطف روحك تضرب دوكو وترجع، ولا كان البوابة بعيدة وطلعت انت في المول الفوق ولا في فضاء مليح ولا حاجة وممنوع التدخين فيه، يعني تبقى طالع هابط طالع هابط طالع هابط، عباك تمل تولي للمول هذاك كشغل ما تستغلوش، فهمت يعني ما تستمتعش بوقتك تاع كواحد ماهوش مدخن، على خاطرك الدور وعجبك الحال وكلش، بصح النيكوتين
يضرب لنا واعر، يا ربي يعفو بينا ان شاء الله ويعفو بأمة محمد اجمعين. بون خاوتي هادو هما المفروض يعني حكينا مع حكينا للخاوة وشرحنا لهم وقلنا لهم مش كاين وش ما كانش. يعني كنت راح ندير زوج فيديوهات ومن بعد يعني لقيتهم يعني في زوج يهموا يعني يهموا نفس الفئة، يعني هذاك تاني وجاي سياحة ونافيكي وهذاك وجاي سياحة بقى. هذا ما كان. بالتوفيق اخوتي، ربي يسهل كل واحد ان شاء الله، ورانا في الخدمة ان شاء الله، اي واحد يجي لجدة ان شاء الله الحسنوي موجود. السلام عليكم ورحمة الله.